السلام عليكم، اليوم في مطبخ مويد ان شاء الله راح نبداو يعني وصفات الخاصه بالعيد. بما انه راه اللحم راه متواجد في الدار نديرو به وصفات اليوم. واش راح نديرو؟ راح نديرو اللحم المفور. هاد الوصفه طلبتوها بزاف مني، هاد المره قررت ادي نعملها لكم. هنا واش عندي؟ هنا عندي طرف تاع اللحم، هنا حبيتوها بالعظم بالعظم يعني، او حبيتوها هبره. هنا واش عندك متواجد؟ استعملي اللحم. هنا عندي حوالي نص مغرفه كبيره تاع لا مارغارين ولا الزبده، هنايا القزبر ومعدنوس والزعتر كيما انا نشوفو. عندي حوالي هنا نص راس تاع الثوم ولا ربع فصوصه تاع الثوم سكرفجيل، زوج مغارف كبار تاع الزيت، لا موتارد. وبالنسبه للتوابل راح نحتاج الملح، فلفل اسود، راس الحانوت، الكركم والكمون. نبدأ مباشره بطريقه التحضير. اذا نحكم طبسي، ندير فيه هذيك لا مارغارين، ندير فيه شويه تاع لا موتارد حوالي مغرف كبيرة، الزيت زوج مغارف كبار تاع الزيت. إذا نزيد الثوم، هذيك الزعترة نحكوها بين يدينا باش نهبطو هذيك بهذه الطريقة. الزعترة راح تنحينا كامل هذيك الصفارة تاع اللحم، خاصة اللي ما يحملهاش الزعترة راح ينحي كلش. ندير هذاك القزبر ومعدنوس مع بعض، اذا نخلطهم مليح. الان نمروا للتوابل اللي هما، نديروا حوالي مغرفه صغيره، نص مغرفه صغيره فقط تاع الكركم، شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع الكمون، حوالي نص مغرف صغيره حتى هو، وندير شويه تاع راس الحانوت. راح يكفي هاد الكميه، راح تكفي. ما تكتروش بزاف لي زيبيس هكذا باش ما يروحلناش البنه تاع اللحم الحقيقيه. وندير الملح، الملح اللي يكفي الكميه تاع اللحم تاعنا. من بعد واش ندير؟ راح نستعمل يدي. الان نحط نحكم بالطرف تاع اللحم، هي كيفاش نتبل كامل اللحم تاعي بهذه الخلطه هذه اللي عملتها. اذا هنا نكمل نتبل كامل هذا اللحم ونخليه يرتاح حوالي ساعتين باش يتشرب مليح التتبيله هذيك، ولا ساعه، ساعه راح تكفي، لكن من الاحسن نخلوه حتى لساعتين يتبل. نعاود نرجع لكم فيما بعد. لان هنا بعد ما ارتاح اللحم تاعي طبيعة الحال خطيه، غطيه بكيس بلاستيكي وحطوه في الثلاجه يرتاح. من بعد تجبدو هنا واش عندي؟ نتمنى انكم راكم تشوفوا فيه. عندنا فيلم اليمونتير، نحكمو نفتح يعني مورسو امامي. واش ندير؟ نرفد الطرف تاع اللحم مثلا، هذا الطرف هذا، تبعوني مليح، نزيد معاه الطرف بهذه الطريقه، نغلفو مليح في الفيلم بهذه الطريقه. إذا نغلفوه مليح، بعدين غادي نعاود نسبحها، نعاود نغلفو هكذا باش هداك البخار ما يعاودش يخرج لنا. معنا نشوفو، إذا نغلفوه جيدا بهذه الطريقة كما نشوفو. بعد نحكم ورقة تاع الألمنيوم ونزيد نغلف هذا اللحم هذا تاعي.
اذا راح نغلف اللحم تاعي كامل ونعاود نرجع لكم. هنا بعد ما غلفت اللحم تاعي، هاد الطريقه مثلا عندك ضياف ولا تقدري تستعمليها لينا من قبل. غدوه من ذاك طيبيه فقط فقط يعني تحافظي به في الثلاجه الداخل مع الصباح، يعني طيبي فقط. هذه كفكره. الان واش ندير لهذا اللحم؟ هذا يفور، يعني يفور في الكسكس. الا حبيتيه طايب يعني زبده، قادر يشد لك الوقت حتى 5 سوايع هو يفور، ودائما تعسي القدره تاعك. ولا حبيتي طيبيه في وقت قياسي، يعني نقص الوقت، نفوروه في لاكوكوت. نعم، الى نحكم لاكوكوت تاعنا هي امامنا. لاكوكوت دائما يجي فيها هذا الكسكس، كاين اغلبيه الاخوات اللي ما يستعملوهش. اليوم راح نستعملوه، ندير في الماء ندير حوالي نص تاع القارص باش الماء تاعنا يجينا يعني فيه بنه، يعني فيه الريحه، ونحافظوا في نفس الوقت على لاكوكوت تاعنا. اذا نحط الكسكاس ونحط طراف تاع اللحم تاعنا. الكسكاس تاعي صغير لان لاكوكوت تاعي ماهيش كبيره بزاف. راح نجرب كيفاش نستفهم في ثلاثه بهذه الطريقه. عفوا، اذا نطلعو هذه اليد هذه نخرجها ونحطها بهذه الطريقه فقط. كنت نطبع فقط طاح كما رانا نشوفو. نديرها فوق النار كي تبدا تغلي باش نغلق لاكوكوت تاعنا. هنا كنصيحه في اي شيء طيبي في لاكوكوت، ما تغلقيهاش قبل ما تبدا تغلي باش ما تفيضلكش. اذا كي تبدا تغلي راح نغلق عليها لاكوكوت ونخليها مده ساعه ونص، ساعه ونص، ونعاود نفتح عليها ونعاود نرجع لكم. اذا الان بعد ما جازت الوقت خليتها انا بالضبط ساعه ونص في لاكوكوت. لاكوكوت طبيعه الحال تغلقيها، تكوني معمرتها مليح بالماء، ولا حسيتي الماء نقص عاودي فتحيها، عاودي عمري، عاودي غلقي. الان راح نفتح. المهم انا خليته ساعه ونص بالضبط، راهو مازالو سخون. نجرب نفتح باش نشوفه كيفاش طاب لنا. بسم الله، ها هو اللحم تاعنا هنا، يعني تعرفي بلي طاب. يعني شوفوا واش ندير، يعني راهو سخون. نحكم هذا الباقي الالومنيوم، يعني هو اللي راح نخدم فيه هذا اللحم تاعنا. نجرب كيفاش نخدمه مليح بهذه الطريقة. يعطيكم أفكار فقط. من بعد نفتح بابي هذاك، نحوه بسم الله غير بشوية لأنه راهو سخون. نتوما خلوه حتى يبرد، أنا فقط على جهة التصوير. يعني راني نفتح فيه ريحة تاعو روعة، وهاديك لاصوص تاعها راح يحافظ عليها داي كاع الداخل، باش راح يروح لنا لاصوص. عكس يعني كنا نفوروه بكري، نفوروه يعني نديرو وقتها المعدنوس ونحطوه في الكسكس، لكن التتبيلة كامل تهبط لنا في الماء، يعني مش راح نستفادو منها. لكن بهذه الطريقه راح يبقى لنا اللحم ولاصوص والبنه كامل راح تبقى لداخل. اذا ها هو اللحم تاعنا بسم الله. اذا راح نديروا التجربه، اللحم تاعنا الى طاب شوفوا كيفاش طاب لنا، والله طاب روعه. شوفوا لنا راه يتفتت وحده، يعني هذه هي المرحله اللي نحبها اللحم يكون طايب فيها. ها هو حنا كيما نقولوا طايب الزبده، ها هو امامنا، الريحه تاعو روعه. قلت لكم لازم تجربوا الطريقه. نعاود نسقم كامل الاطراف اللي بقاونا ونعاود نرجع لكم. اذا ها هو اللحم المفور تاعي امامنا. هنا فقط الا درتيه في الكسكاس عادي فور، غلقي عليه راح يشد لك الوقت الى غايه 5 سوايع باش يجيك طايب بهذه الطريقه، يعني طايب مليح. ولا ديري كيما درت انا في لاكوكوت، راح ياخذ لك الوقت ساعه ونص فقط، والنتيجه شوفوا كيفاش طايب لنا اللحم، طايب ما شاء الله. الوصفه تاع اليوم ها هي واجده، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.